وكان حزتها اذكر يقول لي شجون انت كلها لما تسولفين عيونك تكون كذي ناعسه. ناعسه كذي قاعد تطلعين الناس باحتقار او مشاهد يعني الطرف الثاني اللي قاعد يكلمك. ما ادري شلون كان امانه كانت النظره، بس انه يعني كان يقول لي كلها تقمضين عيونك. هذا شيء يعني كنت اعاني منه. لما لبست اللبس ثلاث ايام كان مع العقاب ان كلها حاولت تبطلين عينك وكذي. تغيرت عندي وايد اشياء.